في امتحان الفيزياء في جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، جاء أحد أسئلة الامتحان كالتالي: كيف تحدد ارتفاع ناطحة سحاب باستخدام الباروميتر، وهو جهاز قياس الضغط الجوي؟ الإجابة الصحيحة هي بقياس الفرق بين الضغط الجوي على سطح الأرض وعلى سطح ناطحة السحاب. إحدى الإجابات استفزت أستاذ الفيزياء وجعلته يقرر ترسيب صاحب الإجابة بدون قراءة باقي إجاباته على الأسئلة الأخرى. والإجابة المستفزة كانت: أربط الباروميتر بحبل طويل وأدل الخيط من أعلى ناطحة السحاب حتى يمس الباروميتر الأرض، ثم أقيس طول الخيط. غضب أستاذ المادة لأن الطالب قاس له ارتفاع الناطحة بأسلوب بدائي ليس له علاقة بالباروميتر أو بالفيزياء. تظلم الطالب مؤكداً أن إجابته صحيحة 100%، وحسب قوانين الجامعة عين خبير للبحث في القضية. أفاد تقرير الخبير بأن إجابة الطالب صحيحة لكنها لا تدل على معرفته بمادة الفيزياء، وتقرر إعطاء الطالب فرصة أخرى لإثبات معرفته العلمية. ثم طرح عليه الخبير نفس السؤال شفهياً. فكر الطالب قليلاً وقال: لدي إجابات كثيرة لقياس ارتفاع الناطحة ولا أدري أيها أختار. فقال الخبير: هات كل ما عندك. فأجاب الطالب: يمكن إلقاء الباروميتر من أعلى ناطحة السحاب على الأرض، ويقاس الزمن الذي يستغرقه الباروميتر حتى يصل إلى الأرض، وبالتالي يمكن حساب ارتفاع الناطحة باستخدام قانون الجاذبية الأرضية. إذا كانت الشمس مشرقة يمكن قياس طول ظل الباروميتر وطول ظل ناطحة السحاب، فنعرف ارتفاع الناطحة من قانون التناسب بين الطولين وبين الظلين. إذا أردنا حلاً سريعاً يريح عقولنا، فإن أفضل طريقة لقياس ارتفاع الناطحة باستخدام الباروميتر هي أن نقول لحارس الناطحة: سأعطيك هذا الباروميتر الجديد هدية إذا قلت لي كم يبلغ ارتفاع هذه الناطحة. أما إذا أردنا تعقيد الأمور، فسنحسب ارتفاع الناطحة بواسطة الفرق بين الضغط الجوي على سطح الأرض وأعلى ناطحة السحاب باستخدام الباروميتر. كان الحكم ينتظر الإجابة الرابعة التي تدل على فهم الطالب لمادة الفيزياء، بينما الطالب يعتقد أن الإجابة الرابعة هي أسوأ الإجابات لأنها أصعبها وأكثرها تعقيداً. الحقيقة أن هذا الطالب كان هو نيلز بور. هو لم ينجح فقط في مادة الفيزياء، بل إنه الدنماركي الوحيد الذي حاز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1922، وهذه صورة له تجمعه مع العبقري أينشتاين. يمكن أن يقتل التعليم الإبداع عندما يفرض على الإنسان طريقة تفكير محددة ولا يترك له مساحة من التفكير والابتكار ليخرج ما لديه من إبداع.